الرئيس السيسي يعود لأرض الوطن ويشكر الإمارات على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة. دعوات لتظاهرات جديدة في العراق تحت اسم جمعة الصمود، وداخلية تحث على السلمية. كوريا الشمالية ترفض عرضا أمريكيا لإجراء مباحثات جديدة وتحذر من نهاية مهلة رفع العقوبات. السابعة صباحا الخامسة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مصر قادما من الإمارات في ختام زيارة استمرت يومين. وفي تدوينة له عبر موقع فيسبوك، عبر الرئيس السيسي عن سعادته بالاستقبال والضيافة التي لقاها خلال زيارته إلى الإمارات ولقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد خالد المحنة إن الأجهزة الأمنية لا تخشى دعوات التظاهرة المليونية اليوم في بغداد التي أطلق عليها جمعة الصمود. كان ناشطون عراقيون قد دعوا إلى تظاهرات جديدة اليوم احتجاجا على التعامل الأمني خلال التظاهرات الماضية التي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى. وأكد المحنة أن التظاهرات شهدت بعض حالات العنف، لكنه لفت إلى الإجماع الوطني على ضرورة أن تكون التظاهرات سلمية وإبعاد الممارسات العنيفة. تجمع عدد من المتظاهرين اللبنانيين أمام منزل محمد الصفدي المرشح لتولي رئاسة الحكومة بعد أنباء تتعلق بتوافق سياسي على تكليفه بتشكيلها. وقالت مصادر لبنانية إن العشرات من المتظاهرين بدأوا اعتصاما أمام منزل الصفدي رفضا لتوليه تشكيل الحكومة الجديدة، كما وصلت قوات الأمن إلى محيط المنزل. وكانت أنباء قد أكدت توصل القوى السياسية اللبنانية لاتفاق في بيت الوسط على اسم الوزير السابق محمد الصفدي لترأس الحكومة اللبنانية القادمة على أن تتشكل من السياسيين والأخصائيين. أعلنت كوريا الشمالية تلقيها عرضا لعقد اجتماع جديد مع الولايات المتحدة قبل مهلة حددتها بيونغ يانغ لواشنطن تنتهي بحلول نهاية العام، وذلك لإظهار المرونة في التفاوض معها. وقال المفوض الكوري الشمالي كيم يونج جيل إن نظيره الأمريكي ستيف بيغن عرض عبر دولة ثالثة الاجتماع مجددا، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ مستعدة لهذه المفاوضات إذا ما اتخذت واشنطن خطوات نحو ورفع العقوبات. وأضاف أن أي محاولة لإجراء مفاوضات تهدف إلى تخطي المهلة الممنوحة ستكون مرفوضة من قبل كوريا الشمالية. أعرب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس عن أسف الإدارة الأمريكية بعد سقوط قاتلين وخمسة جرحى في حادث إطلاق نار بمدرسة ثانوية في كاليفورنيا. وقال بينس إن الإدارة الأمريكية ستظل مصممة على إنهاء آفة عمليات إطلاق النار الجماعية، وستلتزم باتخاذ جميع الإجراءات والتي تنهي هذه الظاهرة في المدارس والتجمعات الأخرى. وصلنا لختام هذا الموجز، والمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.